روسيا قادرة على تطبيق هذا الحصار بسهولة وبقدرة وباقتدار عالي حقيقة، لأن روسيا تمتلك أسطولا بحريا للبحر الأسود، ربما هو الأفضل أو الأقدر بمستوى البحرية الروسية، القوات البحرية الروسية، ولديها طائرات، ولديها طائرات استطلاع وطائرات هجوم أرضي وطائرات قاصفة وطائرات مسيرة وما إلى ذلك. هذه كل وغواصات بالتأكيد، هذه كلها يعني تضع روسيا في وضع المقتدر على فرض هذا الحصار على أوكرانيا. نحن نعرف أن أوكرانيا أيضا من جهتها لا تمتلك قوة بحرية. قبل 3 أشهر أو 4 أشهر من الآن فقدت أوكرانيا آخر قطعة بحرية بمستوى يعني المدمرة أو الزورق الكبير، يعني كقطعة بحرية فلنقل صغيرة الحجم، ولكنها تحمل صواريخ وما إلى ذلك ومدافع طبعا. هذه عندما أوكرانيا فقدت هذه القطعة أصبحت القوة البحرية الأوكرانية بمستوى الصفر، فإذا عليها الاعتماد على أشياء، على أسلحة أخرى، على وسائط أخرى، على وسائل أخرى، مثل الزوارق التي تفضلتم بذكرها، الزوارق المسيرة أو الزوارق الانتحارية إن كانت مأهولة أو غير مأهولة، ولديها أيضا الصواريخ أو المخلوفات الساحلية التي مداها حوالي 300 كيلومتر، وواحدة أو اثنتان من هذه المخلوفة استخدمت لإغراق البارجة الروسية موسكفا في عام 2022، وفي شهر مارس بالذات، يعني في أوائل أسابيع الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا. ولديها أيضا بالتأكيد يعني هناك الألغام البحرية الغاطسة منها أو الظاهرة التي ربما تمنع السفن الروسية من الاقتراب إلى السواحل الأوكرانية. هذه إضافة إلى شيء آخر ربما نسيته، هناك بعض الطائرات لدى القوة الجوية الأوكرانية، ولديها المزيد من الطائرات المسيرة، ولديها أيضا الدفاعات الساحلية على شكل راجمات صواريخ أو مدافع مداها ربما 20 أو 30 كيلومتر، ولكنها جديرة بالتأكيد بالنسبة لضرب السفن الروسية التي قد تقترب لهذه المسافة من السواحل الأوكرانية. هذه كلها، ولكن جوابا على سؤالكم أؤكد مرة أخرى أن البحرية الروسية والقوة الجوية الروسية والاختيارات الروسية الأخرى من نوع مثلا المخلوفات المسيرة، الصواريخ جو أرض وبحر أرض وأرض أرض، كلها ذات مديات يمكن أن تصل إلى كل الأهداف المتوفرة في الميدان الأوكراني. ما هو الهدف؟